أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء، عند انقطاع الرجاء عن الخلق، إلا الرجاء بالمحبوب الأعلى. يتعلق رجاؤك بالمحبوب الأعلى بالله عز وجل. الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق وعن باقي الناس إلا عن المحبوب الأعلى، لينصرف القلب إليه وحده، فيتعلق القلب بالمحبوب ويتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف عليه السلام لما كان ودودا مع إخوته ألقوه في الجوب، لما تأدب وأظهر عفته مع امرأة العزيز ومع العزيز ألقي في السجن بدل من أن يكافئ عوقب، ظهرت براءته، تأدب وكان عفيفا اتهم، ظهرت براءته ألقي في السجن بدل من أن يكرم. لما أحسن إلى المساجين وإلى أحد المساجين إنما راكب المحسنين قالوا له وأحسن إليهم وأول لهم وفسر لهم أحلامهم، قال اذكرني عند ربك يا أحد المساجين، نسيه، انقطع الرجاء عن المخلوقين إلا بالله تبارك وتعالى. فبعد ذلك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.